اليوم بعد 3 سنين معاناة، يعني لو هالخيام اللي تحت قادرة تحكي لكانت حكيت. هيدي الخيمة صارت رمز لشيء اسمه ظلم، انظلموا فيه عسكريين وظلم فيه أهليهم. رحت لعند تميم سليم صار يبكي، قلت له أنت عم تبكي قدام المنشف دموع، قلت له هاي التمثيليات خلصت. هيدي تدخلات خارجية كبيرة، هيدي مش لعبة بلد. ضلينا متمسكين بالأمل للحظة أنا حطيت ابني بقبره. آخر تليفون قال لي إطاعة الأمين، ما بقى تتعذب. أقل شيء يتكرموا هؤلاء العسكريين بإعدام من قتلوا. اليوم أنت عم بتهدد علناً يعني؟ علناً. قديش كان بعيد العميد روجيس عن العسكريين؟ كان فيه 50 متر، دق له تليفون ورجعه. عائلات شهداء الجيش اللبناني، ضيوف حكي على المكشوف مع دانيا حسيني. طب أنت اليوم حسناً شو حابب تكشف على المكشوف اليوم؟ ما يخلونا نضطر نروح نحن ناخد حقنا بإيدنا. تنين بعد الأخبار على الأو تي في.